هنروح من خلال زوم معانا الأستاذة آية عبد العظيم. هي اتجوزت بدري، يعني حالة حية من موضوعنا النهاردة، وعندها دلوقتي آدم 16 سنة وعائشة 10 سنين، وهي خريجة حقوق. تعالوا نعرف من آية تجربتها مع الجواز المبكر، وإنها تكون أم وهي لسه بتبتدي حياتها والحياة والمشاكل اللي قابلتها. مساء الخير يا أستاذة آية. مساء النور. إزاي حضرتك؟ الحمد. قولي لي الأول، أنت اتجوزتي أنت عندك كام سنة؟ كان عندي 19. 19 سنة. وبقالك كام سنة متجوزة دلوقتي؟ يعني تقريبا 17. ما شاء الله. ان شاء الله يعني لاخر العمر ان شاء الله. ربنا يخليك. احنا النهارده طبعا بنتكلم على الجواز المبكر، وبرده انا بالنسبه لي 19 ده صغير. برده تمام. يعني اتجوزتي ازاي، وكان احساسك ايه في بدايه الجواز، والمشاكل اللي قابلتك اكيد في الاول، ده سؤال لازم يتسال، يعني المسؤوليات اللي فجاه لقيتي نفسك هنا وهنا وام وزوجه. كلمينا، كنتي مبسوطه ولا ما كنتيش فاهمه اصلا الحكايه؟ بصي، مش فاهمة ومبسوطة الاثنين، وكنت بحاول ان انا اكون قد الموضوع دوت، لان انا اللي كنت عايزة بقى عكس الفكرة اللي هي بقى الاهل هم اللي عايزين. لا طبعا، انا اللي كنت شايفة في الزوج دوت مواصفات كده كنت بدور عليها، وكنت مصرة بقى ان انا اتجوزه، كنت واخدة الموضوع تحدي، فكنت عايزة انجح يعني. بس بعد فترة بقى من الجواز ابتديت احس ان المسؤوليات طبعا كتير وتقيل عليا، وان انا يعني ليه عملت كده، بس اللي هو كان يا سلام لو كان الموضوع خد وقت، في كل حاجه بقى خدت مرحلتها، يعني الدراسه خدت مرحلتها كويس، والوقت الجواز جه في وقته كويس، يعني مع الوقت بحسي لا ان كل حاجه في وقتها طبعا احسن. طيب اول ما خلفتي، يعني انت خلفتي على طول بعد الجواز؟ على طول. طيب هل ما حسيتيش ان انت في عالم افتراضي؟ هو انا ايه اللي جابني هنا؟ هو انا ازاي معايا عيال وبردع وبربي وفي لازم اقوم اطبخ عشان جوزي جاي، ولازم ارضي جوزي ولازم اهل جوزي، يعني ما حسيتيش ان انا، هو انا بعمل ايه هنا في البيت ده؟ ايه اللي انا بعمله؟ بصي، اتفقت معاكي في الاول ان هو كان الموضوع كان يعني انا اللي كنت عايزاه، فكنت بتحدى نفسي ان انا ايه عايزه انجح. حسيت بده بعدين، يعني حسيت بده بعدين لما لقيت بقى نفسي اللي هو ايه، الشغل برضه تعطل شويه، في ناس اترقت في الشغل وسبقتني بسبب ان انا كنت قاعده مع اولادي. كان في مثلا ان انا ما فيش خبره مثلا في تربيه ادم الكبير مثلا، كل حاجه كنت بعملها بخوف وبحرص زياده عن اللزوم، بالورقه والقلم ماشيه معايا، لان طبعا ما كانش في خبره. ام عندي 20 سنه، ما عنديش اي خلفيه هو ولا اي يا عيني خبره يعني اصلا. الطفل الاولاني ده يا عيني بيبقى حقل تجارب. بالظبط يعني بالظبط بنقعد بالظبط نجرب ونتست هنا ونتست هنا بالظبط وبعدين اول بالظبط طفل ده بياخد كل التربيه الجامده قوي، لان احنا بنبقى عايزين نبقى صحيح امهات صح قوي، فبياخد بالظبط الجرعه الكبيره، فيعني بيبقى غلبان اول بالظبط طفل. بالظبط فعلا ده اللي حصل معايا مع ابني الكبير، وحسيت ان انا يا سلام لو كنت شويه اكبر شويه اوعى. ده من الحاجات فعلا اللي اتوافق مع حضرتك فيها في موضوع الكلام. طيب آية، آخر سؤال، أنت شايفة أن السن الطبيعي للجواز، يعني أنت جربتي تتجوزي بدري، لكن أنت دلوقتي لو عندك بنت تنصحيها تتجوز على كام سنة؟ يعني إيه رؤيتك دلوقتي؟ بصي، هي مش بتتحسب كده، هي بس يعني هنصحها أن هي تدي كل حاجة حقها وكل حاجة بوقتها، يعني دراسة تديها حقها. يا سلام لو ربنا كرمها بكارير كويس وشغل كويس، ويبقى ليها كاريرها ويبقى ليها شخصيتها المستقلة، وبعد كده تدور على حاجة زي الجواز. إنما إن أنا أجري على جواز وأنا لسه ما خلصتش تعليمي، مش شايفة إن في داعي للضغط ده، بيبقى ضغط وبيبقى حمل تقيل قوي على البنت، تتعب فيه جامد علشان تعرف تنجح في ده. وبيبقى مش يعني ليه لازم، يعني صح إن كل حاجة تاخد وقت. صح، هي تشوف حياتها وتشتغل بالظبط ويبقى ليها كارير، وهي اللي تقرر بقى بالظبط عايز تتجوز مش عايز بالظبط تتجوز، هي حر. شكرا استاذه بالظبط. شكرا استاذه ايه، ميرسي ان العفو انت يا فندم. بقيتي معانا.